لو طلبت منك تاخذ مجهر وتقول لي انت من ايش مصنوع؟ العظم، الجلد، العضلات، كل عضله بتحركها، كل هرمون بتفرزه، كل جرح بيلتئم وراه بروتين. وبالفيديو هذا راح احكي لك شو هو البروتين بالضبط وشو وظائفه باسلوب بسيط وممتع عشان ضلك تحضر فيديو للاخر. فاذا جاهزين يلا نبلش. البروتينات يا صديقي هي عبارة عن جزيئات ضخمة مبنية من وحدات صغيرة اسمها الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية هاي بتيجي مربوطة ببعض وملفوفة بشكل معقد عشان هي بتقوم في أعمال معقدة. فأنت هلأ بتسأل حالك شو هي هاي المهام؟ سجل عندك. الهرمونات يا سيدي باختصار شديد هي عبارة عن رسائل كيميائية بترسلها الغدد للجسم. هذه الإشارات أو هاي الرسائل اللي بتمنقلها عن طريق الهرمونات مسؤولة عن تنظيم كل شيء، من النوم للجوع للنمو للحالة النفسية. وهون بيجي دور الهرمونات البروتينية زي الأنسولين، ينتج في البنكرياس وبيحافظ على مستويات السكر في الدم، ونعمل فيديو عن الأنسولين تحت المجهر يريد تروح تحضرها. هرمون النمو GH يفرز من الغدة النخامية، بيحفز على البناء، ترميم الخلايا وبناء العضلات. فالبروتين فعليا بتحكم بمزاجك، شهيتك وحتى طولك في مرحلة معينة. يعني تاني وظيفة قد عيدك، العضلات، الجلد، العظام، الأعضاء الداخلية، الشعر، الأظافر، هاي الأنسجة مكونها الأساسي هو البروتين. طبعا هاي أهم وأوضح وظائف البروتين، هي بناء الأنسجة. البروتين هو المادة الخام وبنفس الوقت هو عامل البناء. البروتين هو التنين، هو الطوب وهو العامل. عشان هيك أي حدا بتمرن بيحكوا له ركز على البروتين عشان يركز على الترميم. في مرحلة النمو للأطفال بيحكوا لهم خليهم يأكلوا بروتين عشان البروتين بيحفز وبيحسن وبيسرع نمو الأنسجة. من أشهر أنواع البروتينات البنائية هي الكولاجين، مسؤول عن مرونة الجلد وقوة الأوتار. وفي عنا كمان الكيراتين، المكون الرئيسي للشعر والأظافر. فبدون بروتين فيش قوة، فيش بناء عضلات، فيش ترميم جروح. وهذا بخلينا ننتقل لوظيفته الثالثة، صناعة الأنزيمات. الأنزيمات هي نفسها مصنوعة من البروتين، بس هي شو هي بالضبط؟ أنا هلأ بدي أحكي لك شو هي. الأنزيمات هم عمال مخفيين. بدون الأنزيمات جسمك ما بهضم وما بنظف ولا بتنفس بشكل كويس، لأن الأنزيمات مهمتها تنفيذ المعادلات الكيميائية في الجسم بأقصى سرعة وكفاءة. وأهمها وأشهرها أنزيمات الهضم اللي عنا. يعني في مرة، هذا خارج النص، يعني هذا مش نصيحة ولا إشي، بس خارج، البادي بيلدرز الضخمين كتير إذا بتشوف جداول أكلهم دائما بتشوف في إشي اسمه ديجستيف أنزيمز. عشان بيأكلوا كميات كتيرة بيضطروا يأخذوا هاي الأنزيمات من برا عشان تساعدهم على الهضم. فهو فعليا جسمك بهضم، بس الأنزيمات بتخلي هاي العملية أحسن وأفضل. فبالتالي بنوصل انه اي خلل في تصنيع البروتين يسوي خلل في تصنيع الانزيمات، يسوي مشاكل في العمليات الحيوية. وخلينا ننتقل على الوظيفة اللي بعدها. الوظيفة اللي بعدها مش كتير ناس بيعرفوا انه البروتين له هاي الوظيفة او هو اصلا هذا بروتين. البروتين من اهم ادواره هو نقل المواد جوا الجسم. كيف؟ انا بقولكم، في عندك اكسجين لازم يروح من الرئتين للقلب للعضلات، في عندك سكر بده ينتقل من الاكل للامعاء للخلايا، في عندك هرمونات بده تنتقل من الدماغ من الغدد للجسم. بعد كل هذا الشغل في عندك مخلفات لازم تطلع من الجسم. طب مين اللي بنقل كل هذا الحكي؟ البروتين هو اللي بنقل كل هذا الحكي. واشهر مثال على البروتينات اللي يعني اللي بتحمل او الناقله هو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين موجود بكريات الدم الحمراء، وظيفته ينقل الاكسجين للخلايا. عمركم شفتوا كان يا مكان في الحياه هذا اكسجين؟ هذا بروتين. وفي الخلايا نفسها في ترانسبورت بروتينز بنقلوا الجزيئات الصغيره زي جلوكوز والايونات وبعض الاحماض الامينيه. فهو هون بكون ناقل وبواب بنفس الوقت. يعني شايفين سبحان الله الف شغله فيه للبروتين، سبحان الله. وهون منيجي لآخر وظيفة للبروتين، واللي هي خلينا نحكي إنه هي أضحية وفداء أكتر من مهمة ووظيفة. ليش؟ لأنه البروتين ممكن يكون مصدر للطاقة. إحنا
بنعرف انه مصادر الطاقة في الجسم الأساسية السريعة الكربوهيدرات بتتحول لجلوكوز، الدهون نفس الاشي بتتحول لجلوكوز، بخزنها الكبد بخزنها العضلات وبنستخدمها عند الحاجة. بس وقتش بصير البروتين هو مصدر طاقة؟ في آخر حل، لما الجسم ما يلاقي عنده لا دهون لا كربوهيدرات لا جلوكوز وبده يعيش، ببلش يكسر في البروتينات اللي جوه الجسم. وقتش الجسم ببلش يكسر في هاي البروتينات؟ لما نصوم لفترات كتير طويلة صيام، يعني ما بحكي عن صيام رمضان، بحكي عن الصيام اللي بيعملوه 48 ساعة، وهذا الصيام يعني هذا أشبه بالمجاعة، وهي الحالة الثانية لما يكون في مجاعة. اللهم عافينا وعافيكم يا رب، ويا رب يفرج عن أهلنا في غزة. لما تضلك تمارس تمارين قاسية لمدة طويلة بدون تغذية مناسبة، جسمك راح يكسر البروتين لأنه مش ملحق، أكلك مش كافي وبتسوي طاقة كتير، فبالآخر إيش في عندك عضلات راح يدوبها عشان يستخدمها طاقة. والله معافنا وعافيكم في عند بعض الأمراض المزمنة زي السرطان والإيدز وغيره وغيره وغيره، بتصير تشوف انه الشخص بيصيبه نوع من انواع، مش انه هو يعني مش اسمه ضمور عضلات، بس هو بصير عنده ضمور وبصير حجم ايديه صغار، رقبته وكذا. اللهم عافنا وعافيكم من هذه الامراض. وفي نهاية هذا الفيديو بالخلاصة اللي بدي اوصلكم اياه انه البروتين هو مش بس اشي لبناء العضلات، احنا يعني عشان هو صار هو هذا الترند، يعني انه هو البروتين لبناء العضلات. البروتين هو انت، انت اللي بتحضر هذا الفيديو، انت بروتين، كل اشي فيك بروتين، بناء وصيانة، نقل اشارات كيميائية، هرمونات، انزيمات، نقل مواد، مصدر طاقة للطوارئ. فإذا بدك جسمك يكون صحي وتحافظ على حياة صحية، لازم تكون عارف قديش بدك بروتين في اليوم وتختار مصادر صحية. في فيديوهات كتيرة أنا حكيت قديش بلزمك بروتين بناء على نشاطك وكذا، هذا مش وقته، بتقدر تحضر فيديوهات السابقة. بهذا الفيديو شرحت لكم عن البروتينات ووظائفها. فإذا عجبك هذا الفيديو وحابب أنزل محتوى زي هيك، اترك لي في التعليقات تحت، تنساش تحط لايك سبسكرايب وكل هاي الأمور. يعطيكم العافية، كان معكم محمود المحتسب، سلام.